أوريانت بودكاست، نقترب أكثر من القصة لنرسم الحقيقة معا. حسن بكرو شاب سوري مفقود في الغابات البلغارية منذ أكثر من شهر، وهو ينحدر من معرة النعمان في إدلب، مفقود في غابات بلغاريا أثناء رحلة لجوئه إلى أوروبا دون أي خبر مؤكد عن مصيره. حتى نعرف أكثر عن وضعه وعن قصته حينضم إلينا أحد أقربائه وهو عم حسن عبد الحليم بكرو مباشرة من أنطاكيا. يعطيك العافية عبد الكريم. الله يعافيك، أهلا أستاذ ملهم على عائلة عبد الحليم. يعني بداية لو نحط بتفاصيل قصة حسن، من وين طلع وإيمت بالتحديد؟ يعطيكم العافية. أول شيء وحابين نوجه نداء عبر قناتكم الكريمة ومنشكركم كثير. بالنسبة لحسن، مثله مثل هالشباب اللي يتحبوا يطلعوا بأمنوا مستقبلهم، لكن وضع حسن هو عنده مرض بإجريه، يعني عم يعاني من مرض بإجريه، يعني أكثر يعني طلعته هي أنه مشان العلاج في أوروبا. توجه حسن من سوريا شو هو المرض؟ تركيا. مرض بإجريه، يعني التشخيص موجود، هو غضروف ما غضروف وبالضبط ما بعرف بالضبط. الدكاترة هن اللي شخصوا مرضه. اتوجه على اسطنبول، من اسطنبول هنيك شاف مهرب اتفق معه كذا. المهم هو طلع من إدلب، ما كان مقيم في تركيا. نعم، طلع من سوريا اتجه باتجاه لاسطنبول. اسطنبول برك شوي، بعدين اتفق مع مهرب وعساس يطلع بشاحني يطلع تهريب، وهم ما صار اي اتفاق يعني التزم فيه المهرب. اخر اتصال بيجينا منه كان بتاريخ 27/11/2022 مع مجموعة توجه باتجاه غابات برغاليا. مشي تقريبا هو ما حكى الجروب، مشي تقريبا شي 12 كيلومتر. طيب بآخر اتصال بس اسمح لي إذا أقطعك، آخر اتصال يعني حكى معكم فيه، شو حكى لكم؟ حكى انه طالع متجه ماشي، يعني طالع هو والجروب باتجاه برغاليا، يعني بده يقطع الحدود ويمشي. هذا اخر اتصال منه تاريخ 27/11/2022. بيوصل لمنطقه بيمشي 12 كيلومتر، لا في اكل لا في مي معهم، والجروب هن يعني هو هذا غلط المهربين وغلط الدليل. المهم وصل مشوا تقريبا شيء 12 كيلومتر، وبهذيك الاثناء هو تعب مرض، اضطر هو يبرك، يعني بقي بينه وبين الاوتوبان على كلام الجروب الموجودين معه. كم شخص كانوا بالجروب؟ بينه وبين والله تقريبا ما يقارب شيء 7-8 تقريبا هيك، يعني بهالحدود يعني. ومعهم الدليل. فمرض هو يعني مرض قبل الاوتوبان على كلام الجروب اللي معه، مرض قبل الاوتوبان تقريبا في 50 متر او 100 متر. الأوتوبان يلي هو وين؟ هذا بيجي برغاليا بعد الغابات، هذا بيجي أوتوبان مثل الأواطئ له أرقام 99 على كلام الجروب إنه رقمه 99 الأوتوبان. قبله 50 متر، فحاولوا الجروب يشيلوه يعني يساعدوه كذا، فالدليل الموجود قال له لا اتركوه، عرفتوا؟ بدنا نكمل مشوارنا. هذا الكلام من ألكون يا؟ نعم؟ هذا الكلام من وين وصلكم؟ هذا الكلام من الجروب الموجود معه، نحن تواصلنا، يعني بتعرف يعني انه نحن كنا عم نسأل ونفتش ونشوف وين هو كان، فالجروب هيك كان كلامهم يعني. فالدليل قال لهم اتركوه ومشوه، يعني كان بدي يساعدوه انه يشيلوه بس يحطوه على الاوتوبان، يعني انه تجي سيارة تشيله كذا لأني منتهي وضعه مرضان. فالدليل قال لهم ما بس اتركوه، ما عليكم من اتركوه، قال لهم روحوا انا بسلم حالي، بعد ما تطعوا انتوا انا بسلم حالي. فهن مشوا وراحوا انمسكوا على قول الجروب هن على كلامهم انه مسكوا ورجعوا، لكن حسن بقي في الغابه قريب من اوتوبان ال 99 50 متر او 100 متر. وبعد منا انقطعت اخباره، ما في اي خبر، ما في ولا خبر. هذا الحكي هلا ما زال صار تقريبا ما يقارب 40 يوم. فاجانا اخبار بانه متوفي في جسي بالغابه، متوفي بتشبه حسن. فدققنا فيها طلعت ما هي،
اجانا خبر حتى الجالي المغربيه، الجالي البرغالي السوري البرغاليه اكدت انه في جثه بمشفى فلاني تابعه ل يعني مواصفات حسن، ونشروا هذا الشيء فتاكدنا منه طلع مو جثه حسن والحمد لله. بعد منا تجينا اقوال انه هو بالغابات، بعد منا تجينا اقوال انه هو بكم مغلق، وهذا الكم المغلق ما بصير حدا يوصله وما بيقدر حدا يوصله، لا في اتصالات معه. عارف شو يعني؟ وحسن يعني سعر مثله مثل هالشباب كلها طلعت تأمن مستقبله، هو طلع للعلاج عنده اهم شيء، وتارك وراه بتعرف اهله وزوجته، وفي حال لا يرسى عليها اهله بالنسبه. هاي الأقوال بالنسبة للأقوال اللي حضرتك قلت عنها اللي كانت عم توصلكم عن حسن، من مين كانت عم توصلكم هاي الأخبار؟ نعم. يعني هلا أكثر الأحيان توصلنا من مثلاً، نحن نسأل مثلاً ناس رايحين باتجاه برغاليا أو مثلاً أو ببرغاليا أو صفحات على الفيسبوك، يعني حتى نشرنا على صفحات على الفيسبوك، يعني كذا صفحة نشرت منه يكتبوا إنه ميت ومنه يكتبوا إنه لسه موجود ولسه، يعني ما في أقاويل ثابتة بهالموضوع هذا. فنحن بنتمنى يعني، وخاصة إن شاء الله من قناتكم الكريمة، إنه نوصل لشيء معين، سواء كان حد شافه أو بمشفى. يعني هلأ أجونا خبر إنه بمشفى بورغاس هاي قريب على الحدود متواجد فيها جثث، ونحن تواصلنا مع الصليب الأحمر، وإن كان بلبنان وإن كان بألمانيا وإن كان إن شاء الله في تركيا، وعم نحاول نتواصل بركي إن شاء الله عقنا يكون إنه حدا يتعرف على صورته أو يتعرف على شكله ويفرحنا بخبر عنه وعن غيره كمان، مو بس إنه حسن، في ناس كتير عم تنفقد بهالموضوع هذا. إن شاء الله يا رب بتلاقوا أقرب يعني خبر عن حسن. قديش هو عمره؟ والله بنتمنى، لأن والله 26 سنة يعني بنتمنى، وخاصة يعني لك ظرف، يعني ظرف أهله بتعرف يعني لا يرسى، يعني أبوه أمه يعني بحالي تعباني جدا، زوجته أطفاله عنده طفلين، يعني بنتمنى ومننادي كل الناس إذا بيشوفوا هالشخص أو بيعرفوا عنه أي شيء، إن كان مشفى وإن كان بالغابة وإن كان بكم، يعطينا خبر عنه لهم، وإن لهم من الشاكرين. عبد الحليم طبعا بنشكر كمان قناتكم إن شاء الله كريمة، إنه على إيدكم إن شاء الله بيصلنا خبر حلو يفرح قلب أهله إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أنا بدي أشكرك عبد الحليم بكرو، أحد أقارب المفقود حسن بكرو، على من على عيني على عيني وراسي، في حلقة اليوم من أوريانت بودكاست. يعطيك العافية. أهلا. هذا البرنامج برعاية أوريانت الإنسانية.